شاركت مؤسسة حياة كريمة في فعالية لدعم الصحة النفسية والتي نظمت من قبل منتدى شباب العالم ومجموعة من المؤسسات الدولية. أوضحت المؤسسة أنها شاركت من خلال بعض الأنشطة التفاعلية وركزت على توعية الشباب بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والمحافظة عليها. وتم تعريف الحاضرين بأنشطة حياة كريمة في مجال التأهيل والصحة النفسية، حيث تقدم المؤسسة خدمات التأهيل والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين من خلال الندوات التوعوية والقوافل المتخصصة.